ازاي تجهزي بيتك من غير ما تخربي بيت اهلك. بس قبل ما ننسى، لايك وشير وشويه الزرار اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. اول ما العروسه بتتخطب بتجيب كشكول 500 ورقه عشان تكتب طلباتها. انا نفسي بخاف من الكشكول ده، ما بالك امها، والنبي صعبان عليا. نيجي للاجهزه الكهربائيه، الناس اللي بتجيب 3 غسالات وهي عارفه نفسها كويس، غساله واحده بس كفايه، والبوتاجاز ابو 5 عيون العادي بتاعنا اللي فاهمينه، بلاش ابو 8، وفي الاخر هتطلعي ما بتعرفيش تطبخي، والثلاجه والخلاط، ونأجل الهاند بلندر والعجانه لبعد الجواز عادي، لان لسه هنجيب الدفايه والمروحه. العريس طبعا على التلفزيون والشفاط، ملناش فيه، مع نفسه. نيجي بقى لقطقم الحلل اللي جننا البنات، سيراميك، جرانيت، تيفال، هو طقم واحد كفايه، كله بيطبخ وكل الاكل بيتعمل فيه وبيتاكل، طقم واحد كفايه. وحلل السليق، عندك الاستانلس وعندك الصاج، نجيب برده طقم واحد كفايه، لان الحاجه بقت غاليه قوي. وبلاش والنبي الله يستر ال 500 طقم كوبايات وال 200 طقم اطباق، مش هنوزع على المعازيم في الفرح بدل البيبسي والتورته، هنوزع عليهم اطباق وكوبايات. نيجي بقى للحاجات الغريبه بتاعه خزين المطبخ اللي بتيجي بالشكاير دي، شكاير رز، شكاير مكرونه، وشي فاصوليا، والثلاجه اللي بيبقى فيها الحاجه هتقع من كتر ما هي كتير. وكلكم بقى، والشامبوهات والشاورات والمساحيق وكرتونه الصابون، اهم حاجه تبقى كرتونه. هنفتح محل منظفات، وفي الاخر الاهل بيقعدوا يسددوا في فلوس الجوازه سنين او بيطلعوا مع الغريمات.